على هامش نهاية اللقاء الذي دار بين اتحاد رياضي دريش والوفاء. الدريوش استطاعت الوفاء خطف النقاط بهدف جميل لمحمد السيمو بعد التغييرات قام بها سعيد الوكيلي مدرب الوفاء. سي سعيد، كيف حصلت على أو كيف تمكنت من قراءة اللقاء وخطف نقاط هذه المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سي حسن على الاستضافة. بالنسبة للمقابلة ديال الديربي ضروري أنها كتكون مقابلة فيها الندية، فيها مجموعة ديال المسائل اللي هي أن الخصم يلعب معك بواحد الروح قتالية كبيرة. الاتحاد قدموا مباراة كبيرة بكل صراحة. حنا في الشوط الأول حاولنا أننا نماركيو في وقت مبكر، وكان شويه ديال التسرع، وهذه هو اللي خلانا اننا ما نماركيش، ولكن ما كيعنيش اننا ما دوميناش الماتش، يعني ما كناش متحكمين، كنا متحكمين في المباراه في بريمير ميتو بالخصوص. جاونا فرص اللي كما لاحظتي ديال الورقه في الديربي، راك عارف ما كيتيحوش فرص كبار، ما تمكناش اننا نماركيو. دخلنا في الشوط الثاني غيرنا الطريقه ديال اللعب، كانت فاجئوا بهدف بكل صراحه، خدموه لعبوه بكل صراحه ومركاو الهدف ديال 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 الهدف السابق. قمت بمجموعه ديال التغييرات اللي كان من كان خصني انني نقوم بالتغييرات، انني باش انني نعطي واحد الدفعه تنشيط الهجومي على مستوى خط وسط الميدان والدفاع. قحمت هشام النعيمي اللي عطى اضافه كبيره، قحمت احمد المراقي اللي سد داك الفراغ اللي كان عندنا في وسط الميدان الدفاعي، غيرت من رشيد لاسامه اللي كان لعب في خط وسط الميدان الدفاعي، لعبته يعني في الكولوار دروا باش انهم يزيد يعاوننا ويعطينا اضافه. قدمنا مباراه كانت مباراه حماسيه، مباراه ديال الاشقاء ديال الديربي معروفه انها كيطيحوا فيها فرص قليله، ولكن حنا طرحوا لنا فرص، ركينا جوج ديال الاهداف. هذه هي الكره، وحنا كنا كنمروا بواحد المرحله ديال الضغط النفسي اننا ثلاثه ديال المقابلات ما انتصرناش، هذا كيصعب على اي فريق انه يمشي بنفس النسق، ضروري انه ما يكونش في المستوى كبير، ولكن ما كيعنيش اننا ما كناش في مستوى، كنا في مستوى، ركينا اهداف اللي كانت مخدومه، وكانوا يعني ضيعنا مجموعه ديال الفرص اللي كانت هي مخدومه. الاتحاد الدريوش قدم مباراه كبيره بكل صراحه بالتتاليه، كما كيعرف الجميع المقابله ديال الديربي هكذا كتكون ضروري انك تخرج بهاد واحد 0-0-0 جوج لواحد، يعني بهاد الاخر. حنا ما كنقولوش فريق ديال الوفاء هو الفريق القوي في هاد الاخر، كنلعبوا في تروازيام ديفيزيون، اي فريق كيلعب مع الوفاء ضروري انه غادي يلعب وغادي يبذل مجهود كبير باش انه ما يخسرش. وحنا ربحنا وكره هي هذه، وان شاء الله البطوله مازال طويله، حنا خدامين ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو بعيد في البطوله ان شاء الله.